مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم جميعا بألف خير. بنتلاقى ونرسم في رؤى الأيام تصاويرنا، مع ضوء الشمس تشرق ملامحنا وتعابيرنا، لا بنقيف ولا بندعب ولا بتكمل مشاويرنا. مشوار للفرح النبيل على ضفاف العيد، ولوحة مسائية بألوان فرحة العيد وبخطوط الحرف والنغم. حلو النغم بطاقة عيدية للجميع توقع عليها فرقة أرض اللحاق الإنشادية. سعداء أن يكونوا معنا اليوم تزيينا لشاطئ العيد. مرحب بكم، مساء الخير عليكم وكل عام وأنتم بألف خير. مساء الخير عليكم جميعكم والمشاهدين، وكل سنة وأنتم طيبين، وكل عام والسودان في أمن وأمان بإذن الله تعالى. مرحب بك، ونرحب بك رئيس فرقة أرض اللحاق محمد حامد، ويمكن هو حديث اليوم عن أرض اللحاق وإبداعات أرض اللحاق، لكن خلينا بداية نتعرف عليهم. الاسم محمد أحمد عبد السلام، وكل عام وأنتم بخير جميعا. مصطفى صديق أحمد المبارك، كل عام أنتم بخير. أحمد عبد القادر السني. عصمت الزين محمد أحمد عمر. أحمد كرار خلف الله المبارك. محمد عبد المليح المبارك. مرحبا بكم جميعا وكل سنة وأنتم طيبين. وخلينا بداية أستاذ محمد حامد نبدأ بالفكرة والإنشاء لأرض اللحاق. الفكرة أصلا بدأت في العام 2010-2011. أصلا أنا خريج جامعة النيلين، تخصص إخراج وتمثيل. كان عندنا حاجة اسمها التربية العملية في المدارس بتاعت الأساس. في مدرسة الأساس اللي أنا مشيت أقضي فيها التربية العملية، اكتشفت إنه ما شاء الله مدارسنا فيها أصوات جميلة، وفيها ناس بيعرفوا يغنوا، وفيها ناس بيعرفوا يمدحوا، وفي ناس بيعرفوا ينشدوا. فجمعت مجموعة من الطلاب، الأصوات أنا حسيت بإنه أصوات سمحة يعني. واشتغلنا عليهم وبقينا نمرنهم ونبرف لهم وكده، فلغايه ما طلعت النواه بتاعت ارض اللحاق، فدي النشاه بتاعت الفرقه. ممكن يعني اليوم نحن نتكلم عن ارض اللحاق، كل المشاهدين بيتسالوا عن الاسم، حتى يعني ليه الاختيار لارض اللحاق؟ والله الاسم ده نحن اخترناه تيمنا بالقصيده اللي اسمها ارض اللحاق، وكلمه ارض اللحاق بتعني الجنه. فنحن اخترنا الاسم ده لانه كلنا بنحب الجنه، وكلنا الجنه كده اخترنا الاسم ده. صحيح، ويمكن كل يعني المد الابداعي لارض اللحاق هو في اطار الانشاد الديني، المدايح والغناء الوطني. فاختيار لضرب معين من الفن، يعني انتم ليه اخترتوا الشكل ده بالذات؟ والله ارض اللحاق حقيقه هي يعني شامله، ما بس انشاد ومديح وغناء وطني، برضو عندنا الغناء الحديث، وعندنا الغناء الشعبي، وعندنا غنى الحماس، كل الحاجات دي عندنا. فنحن اختيارنا او تركيزنا يمكن كان في فتره من الزمن على الانشاد والمديح والغناء الوطني. فده عشان نغرس في 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 في, في, في الاطفال، هم حقيقه كانوا اطفال، بس في جزء اطفال وفي جزء شباب زي ما انتم شايفين. فنحن عشان نغرس فيهم يعني حب الوطن وتعظيم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وننميهم او ننشئهم في الحاجه اللي نحن شايفينها يعني بجد نحن بقينا نفقدها الان في مجتمعنا. يعني نحن هنرجع نتكلم عن المفقود، شنو هو الممكن تغطيه ارض اللحاق من خلال الدروب الابداعيه المختلفه، ولكن حنبدا بانشاد. تفضلوا، حنسمع جزء من الاناشيد الدينيه من ارض اللحاق لليوم. تفضل. Oh.
تحية لكم. وفتن أخلاقه مثله وملء ثيابه رجله، وأيضا مما قالوه يعني نشاوره في صغير الأمر حتى نتهادى، وهمنا وطن رسالي الملامح والقيادة. فيمكن ده حديث عن أهداف وعن رؤى. خلينا نتكلم عن الرؤية العامة أو الهدف العام لهذه الفرقة والرسالة اللي بتحملها. والله نحن دايرين نقدم فن رسالي، فن رسالة يؤثر في المجتمع ويؤثر في الناس. دايرين ننشر قيم الخير بين الناس. دايرين نخلي الغنى ده ذات، والغنى ده يكون هو يعني رسالة تغير الناس من اتجاه يمكن خاطئ لاتجاه الصواب، زي المسرح، زي التعليم عبر المسلسلات الانيميشن الكده. فنحن برضو دايرين نعلم الناس عبر الغنى، عبر الانشاد، عبر المديح. فدي فكرتنا يعني. قيم مختلفة. قيم مختلفة. لكن يعني مؤخرا بقينا نشاهد اشكال مختلفة للفرق الانشادية، والكثيرون بيتحدثوا عن انه هذه الاشكال هي نسخ مكررة او تشبه بعضها كثير. فالنهج اللي انتم بتختلفوه عن الباقين او النهج الخاص لارض اللحاق؟ والله نحن بنواكب وماشيين مع التطور. يعني ما بالضروره نحن يعني نكون نمدح، نقوم نشتغل مثلا المديح التقليدي المعروف، لازم يكون في الحان جديده، طريقه الميوزك تكون جديده كده. يعني حتى الكلمات ذاته نحن ممكن نستكتب شعراء لكلمات جديده، ونشتغل على مدايح او على اناشيد او على اغاني بصوره جديده. على كل حتى على نطاق الالحان، على نطاق المزيكا، على نطاق التوزيع. نشتغل بصوره حديثه مواكبه اكثر. مواكبه اكثر ممكن. أيوة. هي دائما الصور المواكبه كمان بتكون جاذبه اكثر. نعم. وانت تكلمت عن انه بتستكتب البعض، لكن يعني في مجمل اختياراتكم كيف بتختاروا اذا تحدثنا عن الكلمات او عن الالحان؟ نحن اختيارنا ده يعني بيتوقف على مضمون الأغنية أو مضمون النشيد. فنحن لازم نعرف مضمون ممكن يوصل رسالة نشتغله. ما فيه رسالة خواء وكده بنخليه. يعني هي مجموعة من الأغنيات أيضا الوطنية، ودائما لما نتكلم عن الغناء الوطني نتكلم عن القيم الخاصة بالوطن والارتباط بالوطن. لأي مدى يعني في رؤيتكم الخاصة إنه الغناء الوطني ممكن يكون مؤثر في إنه حتى يغرس القيم الوطنية؟ أكيد أكيد الغناء الوطني عنده دور وعنده أثر في إنه يحمس ويشجع ويخلي الإنسان يحب وطنه. كل ما نغني للوطن كل ما حبينا الوطن. فكفاية إنه نحن نقول نحن بنغني للوطن، ما في زول بيغني لحاجة ما بيريدها يعني. والناس ممكن أي زول بيغني لمحبوبه أو محبوبته أو كده، فنحن محبوبنا الوطن، حنغني للوطن.
التحية لكم والتحية لهذا الوطن رمز العشق ولون الانتماء الدائم. ويمكن لما نتكلم عن الأغنيات الوطنية ومجموعة من الأغنيات سمعناها تكلمنا عن إنها كيف بتزكي الروح الوطنية، وحتى بالنسبة لأفراد الفرقة يمكن ده هو لازم يكون شيء موجود بالنسبة للاختيارات الموجودة. فخلينا نتكلم عن طريقة اختياركم اللي بيمثلوكم من خلال هذه الفرقة. والله يعني احنا أول حاجة يعني الاختيار أنت زي ما شايفة هو لأطفال أو كانوا أطفال يعني، فنشأوا يعني صورة معينة بترتيب معين، حتى عملنا لهم معسكرات يعني صيفية ودربناهم تدريب معين وكده على أساس إنه شنو يعني يكونوا هم مستوعبين هم بيعملوا في شنو، لأنه نحن بنأدي قلنا في رسالة، فنحن دايرين هم يستوعبوا الرسالة اللي نحن بنأدي فيها دي. هنرجع نتكلم عن الرسالة دي وكيف يمكن أن تؤدى من خلال قوالب لحنية وكلمات جاذبة، ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا في كل مكان التحية لكم من جديد، وكل سنة وأنتم طيبين. يتواصل مد الإبداع على ضفاف العيد، ونحن نحدث عن روح نبيلة
اليوم في الروح الوطنية والإنشاد الديني والمدائح في حضرة فرقة أرض اللحاق الإنشادية. مرحب بكم من جديد. مرحب بك محمد حامد رئيس الفرقة، وبرحب كمان بالفرقة الموسيقية. وكنا بنتكلم عن الرسائل الخاصة وكيف يمكن أن تكون موجودة للأفراد والعناصر المكونين لهذه الفرقة. والله يعني احنا طبعا يعني في مجمل حاجاتنا وكده بنعتمد على انه احنا يعني ندرب الفرد، اي واحد فينا حتى لو كان اداري يعني في الفرقه ندربه على حاجاتنا. حاجاتنا يعني معروفه، حاجاتنا اول حاجه معتقداتنا الدينيه وحبنا لوطننا ونظامنا وكده، والحاجات يعني المعروفه للناس كلها. من انا شكلي لخبطت حبه. نعم، ممكن انت بتتكلم عن التدريب وعن اطفال ونشأوا، يمكن هم الان شباب وتكوين شخصيه. دائما بنتكلم عن مساحات مكانيه ومساحات زمانيه، ويمكن هم اغلب الشباب اللي معانا ايضا هم في مراحل دراسيه، فكيفيه التوفيق يعني بين الدراسه وانهم يكونوا موجودين من خلال الفرقه؟ والله يعني احنا يعني بنستثمر الاجازات او العطل، اي عطله رسميه نحن بنستثمر، حتى الجمعه والسبت. فده القابة الوحيدة ان احنا بنستثمره في انه نقدر نعمل بروفة، نقدر نحفظهم حاجة كده، فبنستثمر العطلات بس يعني. وبالنسبة للمشاركات يعني من خلال مساحات المؤتمرات ورش الغيرة، انتم وحتى مهرجانات مختلفة بتشاركوا فيها، شكل المشاركات دي بيكون كيف؟ والله بيكون هو عبر دعوات، بنشارك في مؤتمرات وبنشارك في برامج خاصة لشركات، احتفالات لشركات، حتى برامج قومية برضو بنشاركها، بنشارك في حملات، شاركنا قبل كده في حملة كان للفيضانات، وحتى بنشارك في المناسبات الخاصة، وبرضو بنشارك في الدورات المدرسية. يمكن كلامك عن حملة الفيضانات بشكل خاص، ونحن بنتكلم عن أي مبدع بنتكلم عن ارتباطه بمجتمعه وبهمه والمجتمع، خاصة نحن بنتحدث عن يعني جيل فيه شيء من الرسالة وحديث عن الارتباط بالوطن. فخلينا نتكلم عن ارتباط المبدع من خلال أرض اللحاق خاصة يعني بصورة خاصة بالقضايا المجتمعية. والله يا طبعا اي فرد في ارض اللحاق يعني يتربى وقام على انه هو يحب الخير للناس، فبتلقاه هو من نفسه من كده بيحاول يخدم في المجتمع، واي حاجه في يده هو بيقدر يقدمها بيقدمها، كان حملات بتاعت اصحاح بيئه، كان مساعده لزول، كان كده، فما شاء الله يعني طوالي في المجال ده هم سباقون يعني. نعم، ويمكن نحن لما نتكلم عن المجال ده كمان بنتكلم عن هذا الروح ايضا، ثقافه العمل الخيري وثقافه العمل الطوعي الممكن تكون هي يعني موجوده ومنتشره في المجتمع بصفه هي قد تكون من مرجعياتنا الثقافيه والدينيه في مجتمعنا، ولكن ايضا بنحتاج انه الثقافه دي تكون موجوده في الشباب، ودي واحده من الرسائل دائما اللي بتكون للانسان اللي هو صاحب رساله من خلال الابداع. فكيف انتم يعني بتثروا هذه الثقافه، ثقافة الخير وعمل الطوعي؟ والله بس يعني الغدوة الحسنة، انت تكون غدوة حسنة قدام الأجيال الناشئة، يشوفوك انت بتعمل في شنو، هم بيقوموا يعملوا الحاجة اللي انت بتعمل فيها، بعد ذاك الحياة دي دايرة لها توعية بدروس بالسيرة بكيف المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني يمكن هو غدوتنا في في في, في مساعدة المحتاج، في خدمة المجتمع. فنحن برضو بننورهم بالسيرة، بنحكي لهم كده، وبعد ذلك بنعمل نطبق قدامهم تطبيق عملي. فبالطريقة دي نحن بنصل للحاجة الحمد لله اللي عايزينها. صحيح، وبما أنك تحدثت في هذا الجانب ونحن بنتكلم عن إحياء سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، تحدثنا عن السنن القولية والسنن الفعلية، وايضا يعني انتم عندكم جانب في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم، خلينا نتحدث عن تجربتكم في المدائح. والله يعني احنا طبعا المديح ده بالنسبه لنا حاجه اساسيه، ف يعني احنا انا افضل انه نسمعكم يعني. Thank you.
شكرا لكم جزيلا. ويمكن هو ده حديث وكلام في رحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ممكن منذ إنشاء الفرقة هي أول المحاورة الإبداعية اللي بدت فيها وحديث عن المدائح ويعني انتشرت في مساحات مختلفة. خلينا نتكلم عن المساحات الموجودة فيها الفرقة. والله الفرقة اشتغلت في يعني ممكن ما طلعت برا ولاية الخرطوم. اشتغل في ولاية الخرطوم لكن جمنا كل المحليات ذات ولاية الخرطوم اشتغلنا فيها واشتغلنا
احنا في يعني في عدد من المؤسسات الحكومية وفي مؤسسات خيرية وفي مؤسسات طبعا خاص دي كلها. ودائما لما نتكلم عن يعني أعمال مختلفة ونتكلم عن رؤى إبداعية مختلفة تحتاج أيضا لشراكات وداعمين يعني عشان ما يكون الحس الإبداعي موجود. فخلينا نتكلم عن الشراكات المختلفة لأرض اللحاق. والله طبعا أرض اللحاق دي هي قايمة بالعون الذاتي. فرقة قايمة بالعون الذاتي. أول حاجة أنا يعني عايز أذكرها إنه أرض اللحاق وقف معاها إنسان كريم جدا جدا اسمه عاصم حسن. عاصم حسن محمد الحسن. وبرضو ما ننسى برضو بابكر عثمان خالد. وبرضو عماد حسين. فهذول كلهم وقفوا معانا. وبرضو احنا الطاقم يعني بتاع أرض اللحاق فيه يعني ما شاء الله عدد من الشباب. فالشباب دول هم كلهم وقفوا معانا كان بالكلمة أو كان بالعون المادي أو كده أو يعني ساعدونا أدونا دفعات معنوية وكده. فهم كلهم يعني جروب وتماسك. وأنا أذكر منه أول حاجة يعني أستاذنا ميرغني عثمان الحاج. وبرضو يعني أخوي شديد يعني كده محمد خالد. وبرضو في عماد وفي علي السيد وبرضو في أحمد سمير. دل كلهم ناس ساعدونا ومشوا معانا يعني ما شاء الله يعني في الحاجة دي واقتطعوا من زمن واقتطعوا من مال في سبيل إنه الفرقة هي يعني تنمو وتكبر وتقدم رسالتها. بنحييهم في العيد بنقول لهم جميعا كل سنة وأنتم طيبين. وانت بتتكلم عن رؤية أي رؤية طبعا فيها أحلام يعني تحلم بشنو يعني كأرض اللحاق؟ والله نحن بنحلم بأنه نحن نوصل رسالتنا يعني للعالم. يعني الفرقة دي ما دارين أنها تكون بس في السودان هنا أو إغليمية وكذا. نحن دارين نوصل رسالتنا كفن هادف لكل العالم. الله بيقدرنا نوصل له الرسالة دي ونوصلها له بإذن الله تعالى. بالتأكيد والحلم مشروع والعيد أيضا هو موسم للأحلام. وانت بتتكلم عن انه هو يعني لا بد انه تنتشر هذه الرساله وتنتشر الفرقه للعالم. يمكن تحتاج لمعطيات ايضا اذا تحدثنا عن المواكبه التقنيه او تحدثنا عن مواكبه في اطار اللغات وغيرها فسعيكم في هذا الاطار. والله يعني احنا يعني شبابنا ديل يعني بنحاول يعني ندربهم وندخلهم كورسات. وفي مشروع بتاع انه يخشوا يشتغلوا كورسات بتاعت اللغه الانجليزيه وبرضو يعني في المجال التقني بتاع الحاسوب عشان شنو يجاروا العولمة وكده. صحيح. ممكن يعني وحتى حديث عن العولمة ونحن بنعرف إنه في مساحات مفتوحة أصبحت وفضاءات مفتوحة وجود لهذه الرؤى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. فخلينا نعرف حتى المشاهد اللي بيشاهدنا اليوم في إنه يعني كيف بنجد أرض اللحاق في موقع يعني للمواكبة إذا تحدثنا عن المواقع الإسفيرية بشكل خاص. والله يلقونا في الفيسبوك. الفيسبوك ده أي زول خاشيو يلقونا في الفيسبوك باسم أرض اللحاق. باسم أرض اللحاق. اكتب أرض اللحاق طوالي بيصهر له. ده حديث عن التواصل الاجتماعي وبالتأكيد الوصل الاجتماعي عنده بصمة خاصة على الإبداع. هنرجع نتكلم عن البصمة دي ولكن بعد ما نسمع عمل إبداعي لأرض اللحاق. ما تبعنا
فيك الأشواق دانا نكل الوجه الحبيب هدى الليل وغارت في علاليها النجوم وكؤوس الذكر دارت عرفها يغشى الفم كانت تقول وإلى الرحمن سارت من أجنبيها العلوم لظلام الليل معنا اشتفي منه اللبيب حرك الأشواق دعنا نجل الوجه الحبيب بارك لي وقرني فوق مسعاي البليل ربنا اغفر لي وأرني صالح العمل الغليل انسجا من نور دربي واحفظا ميلا أمين الطغى زادي وشربي ذكر مولا شكرا لكم جزيلا. ومحمد حامد كنا بنتكلم عن البصمات الاجتماعية والتواصل الاجتماعي كيف يؤثر على الإبداع. هاي نتكلم عن إنه إبداعكم أنتوا كعرض اللحاق كيف صلاتكم الاجتماعية كانت مد إيجابي عليهم. والله إحنا زي ما قلت لك إحنا بقينا أسرة واحدة. أول حاجة الشباب الستة شايفينهم قدامكم ديل يعني أسرهم كلهم أنا بعرفهم وبعرف أخوان وأمهات وآباء يعني بقيت متواصل معهم. ولو ما في بيت ناس أحمد في بيت ناس عصمت، لو ما في بيت ناس عصمت في بيت ناس محمد أحمد. بقينا طوالي مع بعض باستمرار يعني، وعلاقتنا يمكن لأنها هي طالت ومنهم صغار يعني يمكن من الواحد عمره 10 سنة كده هو معانا، فبقت الحكاية خلقت أخوة بجد يعني متينة. ونحن هسه بنتكلم عن التواصل في العيد ويمكن هو موسم للتواصل والحكاية الاجتماعية وغيرها، خلينا نتكلم أنتوا كيف بتقضوا العيد؟ والله إحنا أول يوم في العيد ده طبعا معروف الناس بتمشي الصلاة، يزول بيصلي يعني في الجامع اللي هو يعني عنده فوق ذكريات يعني. بعد كده يعني عصمت ده ساكن جنبي قريب لي في الكلاكلة، بمشي بخشاو بنعيد على ناس بيتهم، بنعيد على كم واحد كده من أصحابنا طوالي. وين التريعة؟ التريعة اللي هي فيها محمد أحمد وفيها السنابي أحمد عبد القادر وفيها محمد عبدو وفيها مصطفى وفيها أحمد كرار، بنلف عليهم كلهم في بيوتهم طوالي. بعد ذاك بنجي راجعين تاني الكلاكلة، وما ننسى نحن في رحلتنا دي من الكلاكلة للتريعة بيكون معانا طبعا برضو أخونا محمد خالد. وهو لأنه برضو ساكن جنبنا في الكلاكلة. فبعد ذاك بنمشي لأستاذ مرغني،
وبعد ذاك ثاني يعني بتستمر الحكاية لرحلات ونسهات وكده. ده الوصل الاجتماعي في العيد. نحن حنرجع نتكلم عن عملكم أيضا والشغل مع العيد، ولكن بعد هذا الفاصل. يا فرح للمعصوم رح شاب.
السماء. كل التحايا لكم مشاهدينا في كل مكان، وكل سنة وانتم طيبين، وينعاد عليكم بكل الخير. لازم نواصل هذا المد على ضفاف الإبداع في حضرة فرقة أرض اللحاق. وكنا أستاذ محمد حامد بنتكلم عن إنه كيف الفرقة بتتواصل اجتماعيا في العيد، وجانب آخر أيضا العمل في العيد. والله العمل في العيد ده يعني مربوط بالدعوات. يعني نحن لو جاتنا دعوة في مكان ما بنمشي نلبي الدعوة ونشتغل لهم. إلا تكون مناسبات مرتبطة بالعيد. إلا تكون حاجة مرتبطة بالعيد، ونحن حتى يعني نلبي الدعوة ونمشي نشتغل لهم بإذن الله تعالى. يمكن يعني على ذكر المناسبات، دائما بيتكلم عن عمل المسرح والعمل المرتبط بالجمهور وإحساسه الخاص. وجانب آخر أيضا لكل المبدعين في إطار الموسيقى والألحان بيكون عندهم يعني سي ديز أو ألبوم غنائي، فأنتوا ما فكرتوا في هذا الاتجاه؟ والله الفكرة موجودة طبعا. الفكرة موجودة على أساس أن احنا نطلع ألبوم، فنحن الآن شغالين في الحاجة دي وشغالين برتب لها، وفي النهاية نحن بيهمنا جودة المنتوج بتاعنا. فعشان كده نحن لينا ما يقارب السنتين شغالين في ألبوم واحد لسه ما انتهينا منه. وفعلا يعني الفرقة بما انه هي يعني بتشتغل في المدائح، في الانشاد، في الاغنيات الوطنية، ففكرة الألبوم يعني هتعملوا ألبوم للمدائح يعني متفرقات، ولا هتجمعوا كلها في ألبوم واحد؟ والله طبعا نحن فكرتنا انه تكون متفرقة. يعني اي ألبوم يكون براو، مديح براو، انشاد براو، غنى براو، غنى حديث براو كده. دائما الناس لما تتكلم عن الالبومات او الانتاج الخاص عموما يتكلم عن انه في يعني معيقات احيانا بتعيق انتاج هذه الالبومات. يعني واجهتكم معيقات في انتاج الالبوم بشكل خاص؟ والله نحن بس الشيء اللي بياخرنا يعني عدم وجود زمن كافي يعني للبروفات، وبالنسبه للدراسه بتاعت الشباب وكده، يعني دي الحاجه اللي يعني بتعيقنا. كان الحمد لله ما في حاجه. نحن نتمنى انه يتوفر الزمن يعني. ودائما في الرؤى الابداعيه، ونحن نتكلم في عصر المواكبه، بيبقى في عصر الصوره ايضا، غير انه هي سماع للاصوات. فمجموعه من الفرق هي اتجهت لشغل الاغنيات المصوره والفيديو كليب. والله يا اخي نحن عندنا برضه الفكره بتاعت انه نعمل فيديو كليبات ونعمل مشاعل وحاجات هادفه يعني. والحاجه دي بتذكرني اخونا ياسر محمد الشيخ، يعني مصر جدا انه يحول كم نشيد وكم مدحه وكم اغنيه لفيديو كليبات. فان شاء الله نحن فيما بعد العيد يعني ان شاء الله حنصدر مجموعه من الفيديو كليبات ومجموعه من المشاعل باذن الله تعالى. هنرجع نتكلم عن الفيديو كليبات والاغنيات اللي حتصور، ونتكلم عن احلامكم للمستقبل، ولكن بعد ما نسمع عمل ونعود نواصل هذا الحديث. صغر الأمل قرار
شكرا لكم يا شباب. وكنا أستاذ محمد حامد بنتكلم عن الفيديو كليب والأغنية المصورة، وده يمكن هو في ظل المواكبة، ونحن بنتكلم عن القوالب الجاذبة. والله طبعا بالإضافة للحن اللي بيكون جاذب وحديث والكلمات الجاذبة، نحن دايرين صورة جاذبة. نحن ساعين في أنه نخلي الصورة ذاتها هي تتكلم يعني. فدي خطتنا للموضوع يعني. إذا يعني من الخيارات والأغنيات اللي سمعناها اليوم وفكرت في أنه تعملوا فيديو كليب، شنو بيكون الخيار؟ والله كلها ممكن تتعمل فيديو كليبات، لكن التركيز على طلاب الريادة ومركزين برضو على أرض اللحاق، برضو هي تتحول لفيديو كليب. وعندنا كم عمل ما تقالوا دي نفضل نخليهم مفاجأة كده يعني، برضه حيتحول ان شاء الله لفيديو كليبات يعني ان شاء الله. ونحن نتكلم عن الرؤيه الكامله دي لارض اللحاق، دائما بيتكلم عن المستقبل، وبالتاكيد بتفكروا في يعني اشياء مختلفه واهداف مختلفه للفرقه، فرؤيتكم الشامله لمستقبل الفرقه. والله احنا رؤيتنا لمستقبل الفرقه اول حاجه انه ما يكون في يعني اي معيق او اي سبب او اي حاجه تخلي الفرقه تتفرق. دي أول حاجة نحن بنسعى إنه شنو؟ نحن نكون متجمعين، كان إداريين، كان مؤديين، كان عازفين.
والحاجة الثانية دايرين نخلي في استمرارية بأنه نغذي الفرقة بناس يعني جداد وكده، وبرضو دايرين نطور في 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 حاجاتنا على أساس إنه نحن نواكب الأجيال اللي هتجي ذاتها، هتجي ما هو أصلاً هي رحلة جيل ورا جيل، فلازم نلبي كل المطالب بتاعت الأجيال دي في 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 الفن اللي نحن بنأديه وبنقدمه. هنرجع نتكلم عن شكل التطور والمواكبة ولكن بعد هذا الفاصل. لكم التحية من جديد مشاهدينا، وكل عام وأنتم جميعا بألف خير. ونرحب من جديد بفرقة أرض اللحاق الإنشادية، مرحب بك أستاذ محمد حامد. وكنا بنتكلم عن عناصر المواكبة اللي أنت بتعتقد إنها موجودة في أرض اللحاق. والله يعني إحنا المواكبة دي يعني بيخلق الزول ذاته براو يعني، فالمواكبة دي بتكون في 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 في, في الشكل بتاع الأداء، في الشكل بتاع اللبس، في 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 الميوزك، في الكلمات ذاتها. فدي الحاجات اللي انت دي ادواتك، ادواتك دي انت تعملها بقالب مواكب بتواكب. صحيح. وفي الكلام عن يعني انه يعني اهميه انتشار الفرقه هي جانب موازي للمواكبه، يعني لابد انه تكون مواكبه عشان ما تكون منتشره حتى خارج السودان. انت تكلمت عن انه الفرقه الان موجوده في الخرطوم، كيف يعني خطتكم للارتحال في ولايات السودان المختلفه؟ والله نحن قدمت لنا دعوات كثيره، قدموا لنا دعوات كثيره انه نحن نمشي ولايات، لكن بالنسبة لارتباطنا نحن بحاجات هنا في داخل العاصمة وارتباط الشباب بمدارس وكذا، فبنأجل في الحاجات. حتى جاتنا دعوات خارجية، لأن نحن شنو يعني في بعضها نحن يعني دارين ننظر فيه يعني نشوف حنعمل شنو فيه يعني. وفي جانب ثاني نحن لغيناه مرة واحدة عشان ما نأثر على موضوع الدراسة بتاعت الشباب بالتأكيد. لكن في جانب ثاني يعني نحن بنتكلم عن تكوين الشخصية بالنسبة للموجود المبدع من خلال أرض اللحاق، في جانب هو قائم على المشاهدات يعني، وإنه كيف يكونوا موجودين في كل البيئات ويحتكوا بكل البيئات، والجانب التثقيفي أيضا. فخلينا نتكلم عن الرؤية الثقافية دي للفرد بالنسبة لأرض اللحاق. والله طبعا الـ 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 الاحتكاك الاحتكاك مع 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 مع, مع الاجيال اللي صبغتهم في العمليه الفنيه اللي بتخليهم يعني عندهم تجربه، بتخليهم ان هم ياخذوا جرعات ثقافيه يعني كويسه، والاطلاع برضو على ما هو سابق يعني من 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 فنون وكده، بيخليهم برضو في دور بلينا نحن في انه نحن يعني هسه الان ما شاء الله يعني في دورات تدريبية خاصة بالحاجات دي، فيها تنمية قدرات وتنمية مهارات فهذه كلها إن شاء الله بإذن الله تعالى تكون. نحن حنرجع نتكلم عن تنمية الكادر البشري بشكل خاص ودورات التنمية البشرية، ونحن في إطار الثقافة يعني تحدثت عن جانبين الاطلاع والمشاهدات ذكرناها، حنرجع نتكلم عن ثقافة السمح كمان وانتم بتسمعوا ليمنو، ولكن بعد ما نسمع عمل. Thank you.
شكرا لكم يا شباب. حنرجع نتكلم عن الأعمال المختلفة والثقافات المختلفة لأرض اللحاق ولكن بعد هذا الفاصل. لكم كل التحايا مشاهدينا بكل ألوان العيد وبكل أفراح العيد. ولدينا نتواصل مع هذا الحديث مع فرقة أرض اللحاق. ومرحبا بك من جديد أستاذ محمد حامد. كنا بنتكلم عن أهمية الثقافة للمبدع، تكلمنا عن أهمية المشاهدات والانتقال والاحتكاك ببيئات مختلفة، وقفنا عن أنه يعني تكوين البشري، وتحدثت عن دورات للتنمية البشرية. فزي ما شكل هذه يعني الدورات، ايوه شكل هذه الدورات. الدورات دي طبعا بتكون هي في تنميه المهارات، الذكاء، في 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 تنميه مهارات الاطلاع، فتنميه سلوكك ذاته في التعامل مع 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 الاخر. فدي كلها دورات بتنمي فيهم حياه، يعني بتعين في حياتهم اللي قدام باذن الله تعالى. صحيح، واطر مختلفه للثقافه. وبما اننا نتكلم عن ثقافه في اطار الابداع اللحني بشكل خاص، نتكلم عن الثقافه السمعيه. فيعني عشان هم ما يسمعوا او عشان ما ينموا هذه الثقافه، ثقافه السمع، بيسمعوا لمنه؟ والله احنا بنسمع كل ما هو جميل، اي حاجه او اي غنية جميله بتناسبنا نحن وتناسب زوجنا كمجموعه بنسمعها. وطبعا اي زول هنا ده عنده يعني مزاجه الخاص او موده الخاص في انه يسمع لفنان معين او يحب فنان معين او كده، لكن احنا الشيء المتفقين عليه كلنا، ويمكن الاتفاق ده ما اتفاق متفق عليه، انما اتفاق اتى صدفه
فكلنا بنسمع اي حاجه جميله نسمعها مع بعض. انت جبال ذكرت انه انتوا ايضا بتغنوا غناء حديث، فشكل الغناء الحديث اللي بتغنيه ارض اللحاق شنو؟ والله الاغاني موجوده ولا هي اغاني حديثه دي؟ في اغاني حديثه موجوده وفي اغاني حديثه احنا يعني استكتبنا فيها اشعارها، فدي برضو من المفاجآت. الاغاني الموجوده مسموعه يعني زي ليه يا حب، ومفارق كيف تخلينا، يعني الاغاني زي دي. تركزوا على شنو في الاختيارات بالنسبه للغناء الحديث؟ شنو انت دائما بتقول اللي بيناسبنا، وشنو هو اللي بيناسبكم يعني؟ احنا اللي بيناسبنا الكلمه السمحه الما مبتذله، والكلمه اللي بتصل لوجدان المستمع. ما في كلام بيدق كده بيصل القلب، فنحن ده الكلام اللي بيناسبنا يعني. واهم حاجه انه الكلام ما يكون فيه شيء من الحرمه، وما يكون فيه شيء من الخواء يعني. اتمنى انه دائما يعني يكون الابداع لارض اللحاق على الضفاف الثابته وضفاف القيم النهجه اللي هي انتهجته. خلينا في ختام هذا اللقاء نتحدث ونحدث المشاهد عن عمل قادم ينتظره لارض اللحاق. والله يا اخي نحن عندنا مجموعه من الاعمال القادمه، لكن انا افضل انه هم يخشوا على صفحتنا في الفيسبوك ويشوفوا اعمالنا القادمه عشان تكون مفاجاه. نحن بنتمنى لكم كل التوفيق، شاكرين لحضوركم. حنختم معاكم بعمل بالتأكيد. شكرا جزيلا محمد حامد رئيس فرقة اللحاقة الإنشادية، شكرا للشباب الموجودين معنا، ونشكر كمان الفرقة الموسيقية، وكانت مساحة لتبادل الود والوصل عبر الكلمة والحرف واللحن والقيمة للكلمة والقيمة للحن مع فرقة أرض اللحاق الإنشادية في بطاقة عيدية. هذه تحياتي وفريق العمل، كل عام وأنتم جميعا بألف خير. Yeah, I'm opening.